سادتي سادتي مرحبا بكم في لقاء جديد على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو برنامجكم سيدتي سادتي. سعيدة بلقياكم التواصل معكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكل أوفيائنا وبكل مستمعينا. احنا دائما متواصلين معكم في هذا اللقاء حتى الزوج دائما بأجواء رمضانية. اليوم ليلة العشر الأواخر، نسأل الله أن يبلغنا فضل هذا العشر وفضل ليلة القدر وأن يبلغنا فضل شهر رمضان السنة المقبلة وحنا في كامل الصحة والعافية، وتحية للجميع وبكل ما كتمنوا يا رب. حنا أكيد لقاءنا اليوم مفتوح معكم مستمعينا، غادي نعطيو مجموعة من الأفكار والاقتراحات، أيضا غادي تكون فرصة باش نستقبلوا مكالماتكم وأسئلتكم على 05 22 46 72 52 أو 05 22 88 0060 أو 88 0061 أو 88 0062. تحياتي لكم مستمعين الكرام فين ما كنتوا، يومكم سعيد، وفي انتظار أنكم تهيئوا راسكم باش ندور الفقرات ديالنا. غادي نخليكم تسمعوا لهذا الاقتراح الغنائي وراجع لكم مستمعينا، ودائما معكم حتى الزوج، ومعنا اليوم وفاء في الإخراج. لحظات وراجع. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين. اهلا وسهلا ومرحبا بكل اوفيائنا وبكل مستمعينا في هذا اللقاء اللي كيجمعنا بكم طبيعه الحال حتى الزوج. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، كنرحبوا بجميع الاقتراحات ديالكم واسئلتكم طبيعه الحال مستمعينا، واكيد اننا سعداء بالتواصل معكم. غادي ناخذوا معنا بعض الاقتراحات ديال الأسئلة ديال المستمعات بطبيعة الحال. نبداو بالاقتراح ديال لالا بشرى، كتقول هذه لكم بعض الاقتراحات نتمنى تفيدكم. الماء اللي كنسلقوا فيه البطاطا ما نرميوش، نحتفظوا به. ملي تنبغي نسقي غسلي به، ملي كتبغي تسيقي عفوا غسلي به زلي جلي في الحيوط ورشي به الحيط كامل وخليه حتى يبان لك نشف، وبقى غير ان شاء الله لاصق في الحيط ومسحيه بزيف رطب، راه كيرجع زلي كي الماء بحال الى جديد. شوفي فيه وجهك، هذه الطريقه يمكن لك ديريها حتى للمرايه وحتى للشراجم. تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. كتقول بالنسبه للناس اللي كيتوداو في لافابو، عوض ما تخلي داك الماء يبقى يدوز في القرقره ويضيع، حط بانيو صغير تيتجمع فيه داك الماء واستعمليه في سقي النباتات الخارجيه باش ما يضيعش. الباب الى عفوا تعكس ولا كيدير داك الصوت المزعج، خدي شويه ديال الفازلين ديريه للبيزاغرات ديال الباب، راه كيرجع كيف ما كان وما كيبقاش داك الصوت المزعج. كتقولي لشات ليك البقايا ديال الكيك، يمكن لك تفرتيها وتستعمليها كقاعده ديال الكلاص. العصير ما ديريش فيه السكر حتى تبغي تخدميه، حيت الحلاوه مع البروده في الثلاجه ما كتخليش المذاق ديال الفواكه يبقى طبيعي. جربوها وغادي تلاحظوا الفرق. تبارك الله عليك لالا بشرى وتحياتنا لك. ايضا من الاقتراحات ومن الاسئله بطبيعه الحال، دائما احنا كنرحبوا بجميع الاوفياء وجميع الاسئله ديالكم، وكنرحبوا ايضا باقتراحاتكم الرائعه. من الاقتراحات ديال لالا مريم، كتقول الا بغيتي تنظفي الزاج وسالي لك المنظف وما عندكش، ما عليك غير بشويه ديال الصابون دلواني اللي عندك في الدار، بطبيعه الحال يمكن لك انك بطبيعه الحال تعاودي تستعمليه. ايضا من الاقتراحات ديال المستمعات، كتقولي الا عندك مشكل في الحمام ديال الزليج، ما عليك الا انك تنظفيه اولا كيتمسخ، يعني مسخ بطريقه مزعجه، ما عليك الا انك تنظفيه. غادي ديري يعني كتمسحي داك الزليج بطريقه يعني بطريقه اللي هي العاديه، ثم كتاخدي السائل ديال كتاخدي بطبيعه الحال السائل ديال 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 الصابون البلدي يعني مع الماء، كتخلطي الصابون البلدي مع الماء وكتاخدي يمكن لينا نجاوبوا بطبيعه الحال على اسئلتكم. تاخدي السائل ديال الصابون البلدي مع الماء، كتخلطي حتى كيبدا يبان لك كيذوب، وكتمسحي به هذاك الزليج، كتمسحي به الزليج، كتمسحي به الزليج حتى كيتمسح بطبيعه الحال، اولا حتى كتمسحي المسحه كلها وكتخليه كينشف. تقدر ديريه مثلا مع ديك 10 ولا 11 ديال الليل وتخليه حتى لغد ليه الصباح. غد ليه الصباح كتنقي بطريقه طبيعيه عاديه سهله ديالك، كتكبي عليه بطبيعه الحال الماء وكتعاوديه بواحد زيف فيه يعني فيه الماء والخل، اولا فيه المسحوق ديال اولا السائل ديال الواني ديالك والخل، كتعاودي بحال كتزيدي تنظفي، ومن بعد كتعاودي تشلليه بالماء وغادي تشوفي النتيجه كتكون زوينه بزاف.
كنرحبوا بجميع الاقتراحات ديال المستمعات الكريمات وايضا مكالماتكم، وارقامنا مفتوحه من اجل التواصل معكم. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. غادي ناخذ مكالماتكم دابا على 0522 46 72 52. ايضا فيكم ناخذكم على 0522 88 0060، او 0522 88 0061، او 0522 88 0062. مرحبا واهلا وسهلا بكل اسئلتكم بكل اقتراحاتكم. من الاقتراحات ديال المستمع الكريم، كتقومي تبغي طيبي الدجاج كتفي به، كتفي بالبابي الومنيوم اولا عفوا كتقول ملي تشري الكيس ديال الطحين، داك الخيط ديال الكيس ديال الطحين كتفي به الدجاج. هذا السؤال اللي كنعاود طرحته علينا المستمعه، هو من الاقتراحات ديال مريم. هذاك الخيط ديال الخيش راه تيكون واحد، يعني كاينين دابا دوك الخنشات ديال الكاغيط باينين، وكاينين الخنشات ديال الخيش، هذاك الخيش الخيط ديال داك الخيش، اولا حتى هذيك اللي كتكون بالكاغيط راه كيكون واحد الخيط ديال الخيش الفوق، هذاك تقدري تعاودي تستعمليه تكتفي به الدجاج بطبيعة الحال. ملي تنظفيه وتنقيه راه كيكون مزيان، الا ما كانش عندك الفيلم ديال اولا ما كانش عندك الخيط ديال المطبخ واجد. كاين بعض السيدات حيت كيستعملوا حتى الفيلم اليمونتير باش كيكتفوا الدجاج، فكلها حلول يمكن انها بطبيعة الحال تخرجها السيدات. فرشة الاسنان الى قدمت ليك، شنو نقدروا نديروا بها؟ نقدروا نغسلوا بها المجوهرات ديالنا اولا الحلي ديالنا، نظفوا بها الكلافي ديال البيسي ديال الوليدات في الدار اولا حتى في العمل علاش لا، نظفوا بها اليد ديال الثلاجة وكذلك الجلدة ديالها، نظفوا بها الحافات ديال الروبيني ولا ديال اللافابو، وجميع الاماكن اللي ما كتوصلش لهم الشتاء الكبيره يمكن لك انك تستعملي فيهم الفرشات ديال الاسنان القديمه بطبيعه الحال، اللي يمكن انها تعوض لك او لا توصل لك لهاد المناطق اللي يمكن ما توصلش لهم يديك وتنظفيهم. غادي نواصلوا بطبيعه الحال في الاقتراحات، ولكن دابا ناخذوا معنا من تارودانت، ناخذوا معنا لاله فاطمه. لاله فاطمه مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. بركه بزاف علينا وعليك لاله، باش متمنيش ان شاء الله الصحه والسلامه والعافيه. واحد الجلابه وليتها في الحمر بحال هكا، ماشي حمر هكا قرينها. اييه باش ما غندير ليها باش ندير فيها رقيق، ماشي خدمه اخرى. بغيتيها العيد ان شاء الله. ان شاء الله. الا كنتي سمعتي معنا الحلقه ديال البارح على لاله فاطمه، حنا تكلمنا بطبيعه الحال على جليبات ديال العيد، واخا كيف ما قلنا يمكن تخدم براندا مثلا في لونها وتدخلي عليها شويه ديال العقيق، راندا رقيقه راه كيتقال لها راندا العقيق. لا لا ما بغيتش ندير راندا. وشنو بغيتي؟ شي حاجه خفيفه. اذا عندنا سوا راندا، سوا غادي ديري البرشمان، سوا غادي ديري عين وعقده نص طوق، سوا غادي ديري نص طوق، سوا ديري عين وعقده حتى لتحت ولا نص طوق. هادو هما الاختيارات اللي كاينين يعني في الخياطه. الا بغيتي تضيفي عليها واحد اللمسه دو بلوس، تقدري ديري لها الطرز من 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 الجهه ديال 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 الكتاف. هاد العام درجه الطرزه هكا دايره على الجهه ديال الكتاف، مدوره اليدين من جهه الكتاف. يمكن لك ديري الطرزه في 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 الصدر ديالك في جهه، وديري الطرزه لتحت، او ديري جوج طريزات في الجهه ديال الصدر، او ديري طريزه في الظهر، او ديري طريزه في جليلات، طريزات دايرين في جليلات التحتانيين. هادو كلهم تقدري تدخليهم ويجيو زوينين بالنسبه للجلبه ديال العيد. انا عندي واحد الجلبه في الحمر، دايره لها طريزات من لابوند التحتانيه، عندك الباند التحتانيه الاحمر الفرنسي. ايه ماشي الاحمر، انا عندي تقريبا داك اللون، واحد اللون ما بين الكرونا وما بين الاحمر. درت انا طرزه في لونها دايره بالجلايل كاملين، بصراحه جات زوينه، ولكن تلبسها ملي تكون معروضه لشي بلاصه، ولا يعني ماشي غتلبسيها في اليومي، ما تلبسيهاش في نهار اليوم. لها ديك المكرامي. المكرامي؟ لا شنو قلتي؟ المكرامي مع هذا الطرز اللي قلتي. ممكن ديري حتى البريد، كيجي زوين، ديري من فوق كيجي زوين، كلهم راه دارجين هاد العام هادو وتكلمنا عليهم البارح. ما سمعتش البارح. مرحبا لاله بكل فرح. مرحبا بالصحة والراحة، تعيدي وتعاودي يا لاله بكل فرح. اهلا وسهلا. نمشيو ناخذوا معنا لاله حنان من الرشيدية. مرحبا بك لاله حنان. إذا انقطع الخط. احنا مازال مستمرين في استقبال مكالماتكم مستمعينا، ودابا غادي نواصل الاقتراحات اللي كنت بديتها وخديت المكالمه. الا بقاو عندنا البقايات ديال الكيك، شنو نقدروا نعاودوا نديروا بهم؟
اذا شنو نعاودو نقدو نديرو بالبقايا ديال الكيك. انا غادي نعاود نرجع للبوبليكاسيون لان مشات ليا دابا من قدامي. بطبيعه الحال نستقبلوا ايضا المكالمات ديالكم. حنا تنرحبوا بالجميع وبكل اوفيائنا وبكل مستمعينا فين ما كنتوا وجميع اسئلتكم. كيف ما قلت هما اليوم لقاء مفتوح اللي من خلاله كناخذوا مجموعه من الافكار اللي يمكن اننا نستعملوها ونستغلوها في حياتنا اليوميه. اذا بقايا الكيك كتقول لنا لالا مريم نديرهم في كؤوس اللي كنقدموا فيهم المثلجات، نديرهم قاعده من التحت ديال الكيك ونسقيوها بشويه ديال السيرو، ثم طبقه من الفواكه مقطعه، ثم طبقه من الكريمه اللي بغينا، كريم غلاسي ولا الكريمه شونتيي ولا اللي بغينا، وهكذا كنبقاو حتى النهايه ونديروا لي غلاس اللي بغينا، وتن نزيد واحد الطبقه من الكريم فريش يعني نزوقوا بها الكريم فريش مطلعينها مطربينها نزوقوا بها وشيشه ديال اللوز ولا ديال الفيرميسيل. وها حنا ما ضعناش ديك الباقيه ديال الكيك ودرنا منها ديسير نقدموه حتى للناس علاش الليل جاو عندنا. كتقول ايضا الا بقى ليك دجاج او اللحم للمناسبات فتتيهم وديري بهم اما بسطيله فرديين او حتى بسطيله كبيره مالحه بطبيعه الحال. شحري البصله مع التوابل والربيع وزيدي عليها الفطر والزيتون المصير والشعريه والفخوماج وخلطي كل شيء وعمري به راه كتجي زوينه. اولا الحلوه غادي تزيدي اللوز المقلي وديري الضغميره البصله والبيض وعمري كيف ما العاده اولا ديرهم كغاتان اولا بريوات اولا رغيفات في الفران، المهم حتى حاجه ما تضيع. تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه ما عندي ما يتسالك. كتقول لنا ايضا لالا مريم الا بداو كيقدموا لينا ليبات الى قدامو نديرو فيهم النباتات والازهار العطريه خزامه قرنفل الورد نقطه ديال الزيت العطري في طرف ديال القطن ونديرهم في وسط الحوايج راه تيخليو ريحه زوينه وتحافظوا على بطبيعه الحال على الحويجات وتتبقى الريحه ديال الريحه زوينه واللباس ما كيخليوش مثلا دوك الاعشاب ولا دوك الامور دوك النباتات العطريه اللي اختارينا تخرج للحوايج ولا تعطي تطلق في الحوايج الى غير ذلك. مسامعي كتقول السلام اختي سكينه بغيت شي معطر ديال الدار نقادو في الدار الله يحفظك. مرحبا لالا كنرجع نذكر باللي ما تنساوش بقاو تدخلوا للمواقع ديالكم اللي هو لالا مولاتي بوان ام ا لالا مولاتي بوان ام ا ال ا ال ا ام او يو ال ا تي اي بوان ام ا لالا مولاتي بوان ام ا غتلقاو كاع داك الشيء اللي تحتاجوه حداك يعني مش هيوات ديال رمضان ومن غير رمضان تلقاو شي هيوات الملحه الحلوه اللي بغيتو تلقاو اناقه ديكور كل شيء داكشي اللي نتوما تحتاجوه في الاناقه ديالكم في الديكور ديالكم غتلقاو هاد الافكار كلها بطبيعه الحال فيديوهات مصوره غتلقاو ايضا في الصحه والجمال كما كنقول دائما بالفيديو حتى في المطبخ بطبيعه الحال بالفيديو والوصفات السريعه غتلقاو فيديوهات اللي فيها كل ما كيهم الصحه والجمال ديالكم. فعلا وسهلا ومرحبا بالجميع اكيد انه بزيارتكم الموقع يمكن لكم تلقاو مجموعه من الافكار. غادي نرجع للون نعطيك صابون سائل او المعطر عفوا المعطر ديال الجو معطر ديال الجو اللي يعني تقدري تصنعيه باليد ديالك. ولكن قبل منها غادي نمشيو ناخذوا معنا لالا صابرينا من الرشيديه. مرحبا بك لالا صابرينا. سلام لالا سكينه رمضان كريم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. والله اكرم لالا وانت كل عام وانت بألف خير الله يحفظك. كي دايره لاباس عليك؟ لاباس. مرحبا تفضلي لالا. شكرا على البرامج ديالكم. الله يحفظك الله يشرفك بارك الله فيك شكرا. عافاك عندي واحد الوصف ديال تلميع البراد. اييه مرحبا. كديري الماء في البراد وشويه ديال الجافيل وركعت ديال الخميره ديال الحلوه. اييه غير الكاغط ولا الخميره؟ لا القعط الكاغط الكاغط ديال الخميره ديال الحلوه. اييه كنت خليه صافي حتى كيتبخى فوق البوطه صافي كيرجع بحال جديد. اييه الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك يعني ما يتسالك. شكرا. مرحبا بلالا صابرينا وتحياتنا للناس الرشيدية وعواشركم مباركة مسعودة باش ما تمنيتو يا رب. غادي نمشيو ناخذوا معنا لالا ليلى من مراكش. مرحبا بك لالا ليلى. السلام عليكم لالا سكينة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مع رمضان. الحمد لله لالا حنا. المهم في الاول داكشي كان في الاول كنا غاديين مزيان شي شويه ولا التعادل واش شي بدينا كان كنعياو بصح ما كنسخوش برمضان ولكن غير التعب والصهير وكتفيق بكري كتجي شويه صعيبه بصراحه. ياك ما كتاكليش السكر على لاله سكينه الفطور بزاف. لا والله العظيم الا تربيت هذه واحد العامين طيحت البوا ما بقيتش كناكل مزيان. ايوا الحمد لله السكريات غير بغينا نعمل مشاكل.
السكريات بالليل كتصبحي مع ناشطه ولو انك واصله هذا الحبس رمضان. اي كاين عندك الصح، ولكن ضروري شويه ديال النشويات. ما عرفت انا خديتها واحد عامين هذه من التحليني الله يجزيه فيه بخير. تتكون الحسوه يعني بلا حليب بلا والو. اييه ابخي تيكون دي سالاد. أيه. يعني شي طريف الحوت مشوي ولا شي حاجه، دير سلطه طيبه، سلطه خضراء، احسن فطور كتاكلي حتى كتشربي. هو ماشي فطور، ورا فطور وعشاء. اي فيكتيفمون، حيت انا عندي فطور هو العشاء. انا ما عنديش فطور وعشاء وسهر. كتاخدي ديك لاصونط فيجيوز تديري فيها الخضر ديالك كتعصريهم. اييه كتشربي يعني ما كتكوني استعملتي لا حليب لا والو. من ورا الطروح تيكون الديسير، كتاكلي الديسير كيف ما عجبك وكتنوضي الصباح خفيفه. كاينه انا مختلفه معك شويه في الفطور، صافي ماشي شي حاجه كثيره. ايوا صافي راكي غادي على بوكي. ماشي شويه في الفطور. وانا في عصر الفطور كنخلط خضر وفواكه، ما عرفتش واش هاد القضيه هي هذيك ولا لا، ولكن كنحاول نستغل ما امكن من الخضر والفواكه. والله انا في كلاصون في جوج ندير فيها الفقوس الليمون البابا. كيجي زوين ويتعصر غير بالماء، يتعصر غير بالماء والحامض والليمون بلا 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 مواد بلا الحليب بلا شي حاجه، كيجي مزيان. اي والسلام وما بقى فيه والو هو داز. هادشي اللي كاين يا ربي تبلغنا فضلو العام الجاي ان شاء الله باذن الله يا رب. بارك الله فيك. مرحبا. الله يخليك. عندي واحد طلب، هاد لاسونتر في جيزنيت ديالي هذاك البلاستيك ديالها بحال ولا لاصق عليه الكالكير. ماشي هو ماشي كالكير، المهم البلاستيك ما بقاش زعما فاش بحال شريتها. لينوكس داخل جديد وغزال وزعما شي فاتاليتي زوينه، ولكن هذاك البلاستيك تيبان بحال لاصق عليه شي حاجه بحال مضباب بحال المهم ماشي كلاب. شمن اللون اللي هي اللون لينوكس كلها ولا البلاستيك؟ لا هي فيها الكري، داك الكري كري اينوكس. اييه مع البلاستيك ديالها زريق ترونسبارون. سي بوغ سا دابا مع البخار وداك الشيء بدا كيضبب داك البلاستيك. لا ولكن لا سونتريفيجوز تعصري فيها الفواكه ما فيهاش البخار. لا يعني ما كديريش فيها شي حاجه اللي سخونه ولا؟ لا كترمي الخضره كتعطيك الماء ديال الخضره. اي عرفت، ولكن ما عمرك ما درتي معها شي حاجه سخونه ولا شي حاجه فيها؟ لا لا لا. غير انا كنت نعصر فيها التفاح بزاف وداك الماده التفاح وما عرفتش هي اللي سبقات لي ولا يعني، لان شي مرات كنقدروا نسلقوا خضر مثلا ونديروها فيها. ما كتسمعش ليك الفواكه وما اصلا لا الخضر كندوي على الخيزو مثلا ولا خيزو مثلا ولا اللفت ولا شي حاجه بحال هكذا، تكوني سلقتيها ولا سهتيها شي شويه ولا لا في كتابها ديك الا درتي مثلا هي بحال هكا لافوكا ولا البنان ولا يقدر تخسر يعني خصكي شي حاجه اللي فيها الماء. حيت دابا انا كنحاول نشوف غير السبب اللي يمكن يخليها. والله ما عرفت انا مع السبب هي زعما فركتها وزويبنه ولكن ضبوب لا ما مخليهاش في الكوزينه قريبه للسخونيه؟ لا والو ما قريباش للبوطه ما كطلعش لا سخونيه لا والو. انا ندير الكوزينه مهويه ولا شجر مع الزنقه المهم ما عنديش هذا المشكل. غريبه هذه المساله لانه هي ما زعما ما عمرني ما تطرح عليا هذا السؤال هذا وجاتني غريبه، لان هذيك الاله فريمون كتكون ما عادش كنقولها لك عليتي حل وخلال ليلى كتبقى زويونه. لا هي كتكون زويونه وكتبقى زويونه وعندها واحد الطريقه معينه، ولكن كيخصنا نحتفظوا عليها بواحد الطريقه معينه. هي ما كيخصهاش عاوتاني يوصلها السخونيه، ما كيخصش يوصلها البخار. شي مرات نقدروا نبغيو نديروا مثلا تجربه ولا شي حاجه بحال هكذا وتوصلها، ولا نكونوا حاطينها في كوزينه قريبه ولا معرضه للشمس بزاف، ولا كيقدروا يبداو يبانوا دوك المشاكل فيها شي شويه. والله ما عرفت. نعم لالا نعم. الا بغيتي نعطيك طريقه باش يخرج العيالات الزيت من اللوز واركان وداك الشيء الا كان. اييه مرحبا لاله ليلى. مرحبا لاله ليلى، وانا كنوعدك ان شاء الله بانني غنبحث على هذه المساله، نتصل بالناس اللي تيبيعوا هذه الالات هادو، نسول على هذا الاشكال هذا كيفاش وقع، لانه بصراحه انا معلوماتي على هذه الاله هذه في هذه الحدود بانه كيخصنا نحافظوا عليها لو ماكسيموم وما توصليهاش لحاجه فيها البخار او فيها السخونيه. واخا لاله ليلى شنو تقترحي علينا؟ نعم شنو اللي تقترحي لنا قلتي؟ قلت لك استخراج الزيوت من اللوز ومن داك الشيء باش ما تنشريهم ما تنعرفوا اش فيهم. يعني انا جربتها في الدار وصراحه طلعت بقوا زيوت اللي هما غزولين. كتاخذي يعني كتاخذ المراه على حسب جيبها. تاخذي مثلا واخا 100 غرام 200 غرام ديال اللوز باغ اكزومبل، كطحنيه مزيان وكتحطي حداك واحد الطويصه فيها الماء.
اييه وكتقلتي كتعجني هذيك لاباط كتعجني ها تعجنيها بيديك في الاول بلا ما ومن بعد تبداي تزيدي معلقه بالماء معلقه بمعلقه تزيدي في الاول تتجرى بين يديك ومن بعد تلاحظي انها بحال تولي معلقه اييه فاش كتعلك كتحبسي هذاك الماء وكتدلكي واحد شويه تتبدي تعصري كتخرج ليك الزيت بيغ ديال فلوس ديال الارقاز ديال المنقاز هاد الامور الزنجلان حتى هو نعطيك الصحة تبارك الله عليك كيتبان الكوك نعرفوا فاكهة الكوكو ما كتكونش موجودة عندنا بزاف زيت الكوكو تنبغيوها بزاف اه وي ولازم من الاساسيات هي وزبدة الكاريطي كتاخذي مع انا الزراد كان في كيشري داكشي ما كتلقايش كاليتي زوينه حتى الريحه ما كتلقايهاش هي كاينه هي واحد النصيحه باش ياثروها العيالات ويخرجوا الزيت غادي تاخذي داك الدواز وغادي تخشي ليه القطن في هذيك في هذاك الكيس ديالو وغادي تكبي فيه ديك الزيت وغتخليها تقطر على خاطر خاطرها اييه من بعد غتهزيها وديرها تقريعه وتهزيها يعني ابخي واحد لا بيريود غطلي من تحت ديالها واش هبطات لك شي حاجه الا هبطات لك شي حاجه عاود تصفيها بالمقرعه الاخرى اييه صافي راه تبقى لك شهور خمس شهور يعني كتبقى غزاله بالريحه بكل شيء ليها الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك بسم الله ما شاء الله على خاطرك كتجيبي الكوك اييه داك الكوك الحرش ماشي هذاك اللي تيكونوا طحنين اييه كتجيبي جيبي القدر اللي بغيتي غادي تاخذي وتكبي فيه الماء طايب المهم تغطيه بالماء مطحون بزاف تغطيه وغتخليه واحد دو زوغ هكا ولا اصبحي من بعد كتاخذي تديري تكون ديك اللاطه غتعجني بيديك مزيان وغتبدي كتعصري وتحطي يعني غتاخذي واحد الزيت غديري فيه وتعصري مزيان غتاخذي هذاك الماء اللي عطاك غديريه في الثلاجة غادي في الفريغو الو اي كنسمعك غادي في الفريغو ومع حنا المغربيه حتى حاجه ما تضيع داكشي اللي شاط ليك هذاك هذاك الكوك اللي بقى ليك عاود زيدي ثاني عليه ما سخون وديريه في الخلاط الكهربائي وطحنيه مزيان غتخليه حتى هو واحد ان كاردور اون ديميور وغتصفيه حتى هو مزيان غيولي عندك غتعاودي العمليه جوج مرات ثلاثه على حسب الزيت اللي كاينه في الكوك هذاك أيوة. الماء اللي درتيه في الفريغو كتخليه واحد لاباختي كطلع لي ديك الزبده الفوق كتجمد كيبقى الماء اللي كاين لتحت الزبده جامده كتاخذي هذيك الزبده كتحيديها في كاسرونه يعني ديال اللي كاين الاول واللي كاين الثاني واللي كاين الثالثي الا عاودتي العمليه الكوك ثلاثه المرات كتاخذي انت الزبده من الاول من الثاني من الثالث غديريها في كويسرينه وغادي ديري نار مهيله وغديها وتجيبيها وديها وتجيبيها في الاولى كتبان لك بحال الحليبه ولا هكا من بعد راه كتصفى كتفهم كيبان لك حبيبه صغيره بوحدها مقرمله وكيبان لك الزيت ديال الكوكو بقات بوحدها. هي العافيه كتكون مهيله بزاف. نعم اييه والله كتعطيك واحد الزيت اللي هي رائعه هي كتصفيها في شي حاجه كتولي جامده من بعد ولكن رائعه من ارى ما يكون. ما عندي ما يتسالك الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. انا دابا غادي نطرح عليك واحد السؤال باش نجاوبو على السؤال ديالك بالنسبه لاباغي ديالك ليكستراكتور دو جو دو فروي ولا جو دو ليغوم واش عمرك غسلتي الكراكاس ديالها حيت ما خصوش يتغسل كتغسل هذاك الموطور ديالها بوحدو هذاك ما تنوصلش راه بحال لا ماشين هذاك هو اللي فيه هذا الزرق اللي قلتي لا الزرق كاين في هذاك دابا هي عندها واحد لو تيوب طالع ياك وعندها التحت ديالها موتور والفوق ديالها بلاستيك يعني هذاك لو تيوب كترمي منه ياخذ لك تفاحه كامله حتى ايفيكتيفمون باش تكملي هو اللي كيتنظف كيبقى عندك الموتور لتحت وكتاخذي هذيك التونشيات البلاستيك كامله الفوق كتاخذيها كتغسليها دابا هذيك هي اللي كيلصق ليا في هذاك الكالكير اذا هذيك غادي تنظفيها بالخل والماء الخل ابيض درت ليها الخل بيكربونات ما عطاتنيش النتيجه اذا الخل غادي تحاولي تجربي بالخل والماء وي غير الخل والماء ما سخونش باش ما نديروش شي مشكل نخرج على لاباري لا لاباري ما خصهاش الماء سخون غادي ديري الخل ابيض والماء غادي تحاولي تخليها واحد شي شويه فيه ومن بعد غادي تنظفي
وانا غنحاول نزيد نبحث على المعلومه لانه دابا من قالت لي على انه هذاك البو دي لينوكس ولا داك يعني الكاراكاس ديالها ما كيخصوش يتقاس لانه الا تقاس صافي كتخسر لاباراي. ملي انتي شفتي لنا بان هذه المساله هكا فوالا اذا هذه هي الطريقه اللي جربيها الطريقه لالا ليلى وانا كنوعدك ان شاء الله بلي يوم الاثنين نحاولوا نبحثوا على طريقه احسن باش نطفي هذاك. حتى انا سودنتيني دابا بغيت نلقى لها شي حل. لالا ليلى دابا استرستاتني بغيت نقلع الحل باش لحيت شغل ملي كتقضي شي انا محافظه عليها دابا سميتو انا كيطر عليها كان ملي كنت نحب التفاح بزاف وما عرفتش علاش. وحتى ملي كتاخذي لا ماشين بواحد كتبغي لواحد الهدف كتبغي انها تبقى مزيانه كتبغي تبقى غاليه وداك الشيء. عندنا شي امور في الكوزينه كيخصهم يبقاو مزيانين بصراحه. وان شاء الله مرحبا لالا ليلى بكل فرح وشكرا جزيلا على كل الافكار اللي عطيتينا. الله يزيد فرحتك ويعاشرك مبروكه وان شاء الله كنوعدك بان نلقاو حل اخر ولكن جربي على الاقل بعدا الخل والماء ونشوفوا النتيجه كيفاش غتكون. وانا كنوعدك ان نبحثوا على حل اخر. حنا مازال معكم مستمعينا غنتوقفوا مع فاصل موسيقي ورجعوا استقبلوا بقيه المكالمات بقاو معنا ما تمشيو فين. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم. مرحبا واهلا وسهلا بكل من ضم لنا اللحظه في الاستماع ودائما برنامجكم سيداتي سادتي. وغادي نختموا باخر مكالمه معنا هذه المره من الدار البيضاء ام نور. مرحبا بك لالا. السلام عليكم لالا مبروك واشركم علينا وعليك باش ما تمنيتي يا رب. الله يخليك بنتي. بغيت نسولك عندي الولد عم الزير صغير عمر لي ديك ديال الفوطويات الغشيم الفوطويات بفازلين حوايج عمومي بفازلين وعندي الله يخليك شي زور وشي جلابيه عندي ديال الوالده الله يرحمها بقات عندي ولات صفراء ولات فيها شي صفوريه ديال الماريو ديال سميتو لي زور عندي ولاو صفرين. واخا بالنسبه للفازلين شمنتو بهذاك اللي عمر بالفازلين بحال اش نقول لك بحال مبرة مديره الحوايج ديالو ديال اللبس ديالو ديال الحوايج ديالو زوينين كلشي عمرهم. واش عمر الدنيا بالفازلين مسحتيها ولا شنو درتي لها الطبع؟ مسحتيها ولا شنو درتي لها الطبع؟ شربتها شربتو بشرب فازلين. غادي دابا باقا الطبعه جديده ولا قدامت؟ لا تقريبا هذه شي سيمانه هذه هو راه قدامت. واخا غادي نحاولوا نديروا واحد التجربه ونشوفوا لان قدامت الطبعه غتاخذي واحد الطرف ديال 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 المنديل ديال الكوزينه البابي كويزين كيكون فحال المنديل الورقي اللي كنستعملوا اولا منديل الورق احسن بابي كويزين لانه تيكون غليظ. غتاخذيه غتحطيه فوق هذيك الطبعه ياك وغدوزي المصلوح وكدوزي المصلوح وتردي البال عندك الشيء يلصق ولا دوزي المصلوح ما يكونش حامي بزاف غير ديك السخونيه شي شويه ديال المصلوح وغدوزو غتبان لك هذاك الورقه بدات كتيدم هي ديك الورقه بدات كتشرب داك اليدام بقاي تعاودي العمليه تعاودي العمليه تعاودي العمليه تتبان لك بدات كتنشف الطبعه اولا نشفات الطبعه كاريمون. فاش نشف الطبعه تقدري انك سوا غتحيديهم كاملين وغادي تصبنيهم بالشامبوان وتنشريهم وتعاودي تفرشيهم سوا هذيك البلاصه ديال الطبعه غتاخدي واحد الخليط غادي ديري فيه شويه ديال الشامبوان وغديري شويه ديال الخل البيض وغتمسحي غير بشويه وتعاودي تنشفي بنفس الطريقه تعاودي ديري بابي الكويزين تعاودي دوزي المصلح وكتنشفي بنفس الطريقه راه ان شاء الله غادي تحيد لك الطبعه ديال الفازلين. هذه بالنسبه للفازلين. بالنسبه للحوايج نفس الطريقه غادي ديري تتشرب يشربوا ليدام ومن بعد تصبنيهم عادي. السفوريه غادي عندك جلابيه شمن لون؟ جلابيه بيضاء. جلابيه بيضاء ولي زور حتى هما بيضين بطبيعه الحال. كلشي بيضين. عندك جوج ديال الافكار سواء غادي دير لهم بيكربونات صوديوم غادي ديري خليط ديال بيكربونات صوديوم هكذا عليهم وغتخليهم حتى يعني تديرهم في الشمس وتخلي حتى ديك الشمس كتاكل هذيك الصفوريه سواء غديري الصابونه ديال الحجره وغادي تنشرهم في الشمس حتى تاكل ديك الصفوريه الشمس. من بعد غادي تصبنيهم عادي راه الجلابه غادي تبقى غادي تنقص ديك الصفوريه بشويه بشويه حتى تحيد ولي زور حتى هما. والحاجه اللي كتكون عندنا عزيزه فحال هكذا ما نبقاوش نخليوه في بلاكار مده طويله لانه كل ما طالت المده وهما في البلاكار كل ما كتولي هذيك الصفوريه ديال البلاكار. هادشي علاش نهويو البلاكارات ديالنا نحلوهم مره مره نخرجوا الحوايج يتهواو وتشوفهم الشمس باش هكذا يبقاو مزيانين. اذا سواء كديري بيكربونات صوديوم غتخليهم حتى ينشفوا ومن بعد غادي بطبيعه الحال تنشريها تخليها حتى تنشف بيكربونات صوديوم خليها حتى تنشف ومن بعد تنشريها وتصبنيها عادي وتعاود تشوف الشمس عاديه اولا ديري الحجره صابونه الحجره وتخليها في الشمس بديك صابونه الحجره يعني هي تفركي هي تحكي صابونه الحجره وتنشريها في الشمس تخليها مزيان تتشمش تحيد ديك الصفوريه ومن بعد تصبنيها عادي وان شاء الله يكون هذا الحل مزيان.
ما سخيش بكم مستمعينا الكرام كالعاده. كنشكركم جزيل الشكر على حسن الاصغاء والمتابعه. كنشكر بطبيعه الحال وفاء اللي رفقتنا اليوم، وفاء فائز اللي رفقتنا اليوم في الاخراج، سميحه شوي استقبل مكالماتكم. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاصغاء والمتابعه. كنتمنى لكم عشيه طيبه. ما تنسوش موعدكم بعد الحدث مع امل نعامي وبرنامجكم نصيحه امل. نرجع نتلاقى بكم سامي الساعه الثالثه وبرنامجكم استشاره قانونيه. تهلا فرصكم، الى اللقاء.